لك شو هاد؟ الشوابات. لك جايتيهم بوسخون؟ ما لقيت منظف اضطريت جيبها بوسخة. لك يا سهام هدول شغلهم وتنظيفهم بموت. أنا قلت لك من الأول بلالك هالأكلة أنت يا صريتي تطعمينا القشة من تحدياتك، دوق القشة من تحدياتي، دوق القشة من تحدياتي، دوينا ياها. ماشي، وأنا بدي دوقكم ياها وبدي نظفهم. أمري لله. وحياتك وحياتك لو بعرف نظفها كنت نظفتها معك. طولي بالك طولي بالك طولي بالك، ما في شيء. خليكي أنت نظفي القشة وأنا بفتح الباب. ماشي روحي. قشت قشك يا سيام يا بنت نظمية. مرحبا. اهلين اختي. هون شو بدك منها؟ عاوزها بشغله. رجع بعد الغداء، اختك هلا ما لفاضي. شو بعد الغداء؟ عاوزها بشغله مهمه كتير. شو بدك منها؟ ليش عم تسأليني هالاسئله كانك عم تستجوبيني؟ انا هلا بدي اشوفها واحكي معها، يعني انت شو لك علاقه؟ يا اختي سعاد. نجيب. اهلين اهلين نجيب. دخيلك دخيلك يا اختي، مالي غير مساعدتك يا اختي. لك خير شو صار معك؟ مرتي مرتي مدري شو صار لها، صارت حرارتها 41 ونص. اختك اختك الريحه من اختك. جبت لها الدكتور فحصها قال بدنا نقلها على المستشفى. نقلتها ولا لسه؟ لا لسه. لك شو منتظر؟ بدك تجدعي عند الولد بغيابنا. اي طيب دقيقه، بروح بحكي مع كامل وباخذ منه اذن وبغسل ايدي. دقيقه. بس كتب بسرعه. نجيب وين حماتك؟ ليش ما قعدت عند الصبي؟ حماتي قعدت يومين وراحت. وليش خليتها تروح؟ شلون ليش خليتها تروح؟ المرة الجاي بس تولد مرتي ومن أول طلقة وتجيب صبي ببقى بفكر خليها تقعد يومين زيادة. نجي؟ نعم. يبليك بقتلك إن شاء الله. والآية. هي بدك تروحي؟ طبعا بدي روح. شك أترك ولد عمره أيام بالبيت لحاله؟ وهي القشة؟ القشة اللي بالمطبخ مين بده ينظفها يا سعاد؟ ما بعرف. لك شلون ما بتعرفي؟ مين بيعرف لكان؟ أنا بعرف. لك يا حبيبتي يا سهام، أنا لولا مرض مرت أخي كنت طبختها وساويتها ونظفت لكم إياها، بس هلا أنا ما بقدر أترك ولد عمره أيام بالبيت لحاله. أنا عندي حل. وشو هو؟ قولي لأخوكي يجيب ابنه لهون، أنا بدير بالي عليه لبين ما أنتي تنظفي القشة وتحشيها وتطبخيها، لأنه يا سعاد إذا ما أنتي نظفتي القشة وحشيتيها وطبختيها أنا ما بقدر نظفها وأحشيها وأطبخها. بعدين ما حلوة ما حلوة، وعدنا لك كامل نطلع كذابين قدامه وجاي على باله هالأكلة من زمان، وكرمالك ها كرمالك مشان ما تطلعي أنتي كذابة ويصير زعل بيناتكم بأول حياتكم الزوجية، بقى قولي له لأخوك يجيب ابنته أنا بحطه بعيوني وعيات عيوني. خيتو أنا مالي علاقة، أنا رح أتصل مع كامل على الشغل واللي بيقول عليه بساوي. يلا فرجينا عرض كتافك. يا رب ما يوافق. يلا بدك تطولي عند اخوكي؟ والله يا ستي ما بعرف حسب الوضع. شوفي حبيبتي سعاد خدي راحتك قد ما بدك، ضلي عند الولد حرام بركي ماتت امه لا سمح الله. خليكي عنده لحتى تطلع امه من المستشفى وتتحسن وتشوف امورها يعني، ولا يهمك انا بدير بالي على البيت وكل اموره. الله معك حبيبتي. ولك تقبشيني تقبشيني قديش ظريفه. الله يخليكي. مع السلامه نجيب. يلا الله يسلمك. رب ضارة نافعة، خليها تروح بركي بنفرد لي بكمولتي شي أسبوع زمان بدون منازع. آخ بس لو كانت منظفت قبل ما تروح كانت هانت المشكلة. أنا التانية ضروري أترك القشات المنظفة وأشتري وحدة بوسخة اللقطة ترشني رشقي. أحسن شي كب القشة بس بالي ايه ولا لا شو كبا؟ اذا نظفتها وساويت له اياها لكامل اكيد اكيد رح ينبسط مني ويقدرني اكتر. يلا شو بدي ساوي؟ الله بيعيني على تنظيفة. ايه مرلس حبيبي هذا اللي صار معي.
طلعت الأشلة كلها من رقبتي. بسيطة حبيبتي بسيطة، المرة الجاية مو بدي خليها تساوي أشي إلها، لا إلها وإليك. لا حبيبي أنا ما بيهون علي تتعب هي نفس التعب اللي أنا تعبته، حرام عروس. الله وكيلك الله وكيلك يا كامل، نهد وكتافي وأنا عم ساوي الأشلة، نهد وكتافي. بس كله يهون كرمالك حبيبي، بعرفك بتحبها لهالأكلة. لك دخيل البراطين، دخيل أنتو علبك طيب. طمني عجبتك الأكلة؟ ايه والله ايه والله عجبتني، بتطير العقل، بتنهدى لملوكها الأكلة. الحمد لله إن شاء الله صحتين وهنا، مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يأسس يبني. لك على قلبك على قلبك، أكل أحوال أكلة ما بتنهى ما تفوهت. تعني؟ والحق يقالها، اشتهيت سعاد بهالأكلة. شو نساوي ده؟ ما لا بتطيب نصي. ايه والله ايه والله. شو جابك هلا سدت لي قابليتي؟ اهي شو طمنيني، شو صار مع مرت اخوكي؟ حكيت اخي على المشفى، قام قال لي صارت منيحه وبدهم يطالعوا يا اليوم يا بكره. بس سهومتي حبيبه قلبي شارت علي شوره انه جيب الولد معي، وفعلا حكيت مع اخي وقلت له بدي اخذه معي، قام قال لي خذي اغراضي وروحي. جلسي جلسي لتشوفه. لك سهومي لك استني البشتك باحلى. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفي شو بيشبهني يا حبيبي، مرة الفبروني خليها كله شوية سجن. لك حرام عليك كمون. حبيبتي سطحي جوا بالاوضه قوام، وديري بالك عليه وغطي على 24 قيراط وتعيكي لي، وجيبي الببرونه لساوي له وحده بمرقه الشيء قوام. يا شو طيبين، اكيد سهومتي حبيبتي ساوتهم منيح. يلا يلا. حظها حلو حظها حلو، ما بدها تفوت على اكله الاشياء. ايه طبعا حظها حلو، بس مو مشان اكله الاشياء، لانه تجوزتك حبيبي. لك ان شاء الله انت بتسلميني، تشكلي قاسي ما لزيك، ظريفه ظريفه لذيذه، يوم عن يوم عم بكتشف فيك شغلات ما كنت شايفها من قبل. ايه والله ايه والله. يا شو جوعانه. تعي حبيبي لك الكرفه اديها، تعي لهون تعي قدامي حبيبي، تعي بدي لعبك بايدي، تعي لشو ايه حبيبي، شو طعميكي؟ لسانات حباتي راس اللي بدك يا حبيبي. دوقي انت لسانك طويل بتحبي لسانات. لا 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 بدي 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 هي 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 لا تحت اللي تحت اللي تحت افتح تمك رجعي لنا الخيط بس. وقفي وقفي لك الروح. طيبين ايه والله ايه والله. خلاص ايوه علي ما علي، خلال اسبوع لخليك تبدي. اسبوع؟ ايه اسبوع. انا قبلان بشهر. شهر كثير، شهرين ثلاثة. ها؟ لك لا شهرين ولا ثلاثة، اسبوع يعني اسبوع. الله يسمع منا ان شاء الله يا رب. شو يا عم استعمل محارم السعدان صاير؟ تضرب الساعة اللي اشتريتها فيها ملك، مدري شو ريحتها. لك لا ما فيها شيء، هي محارم كثير اكابرية. صف على اليمين. شوفي صف على اليمين. هاي صفينا على اليمين. طلع لك سيارة. اجيني شو؟ اي والله مبروك علي. علي انا؟ اي عليك انت، مو انت اللي سحبتها؟ ايه بس العلبة علبتك وانت شاريها. اخي طلعت بايدك يعني صارت من نصيبك. لا يا عمي هاي السيارة الك يعني الك. اي ورحمة امواتي كلياته ما بترجع الك. ايه عجزت فيك ها. قولت بنت حماي ربحنا سيارة. تأخر نبيل، لك ما ضل معه مصاري حتى أقول راح يتجوز علي، كل اللي بقيانين معه 10,000 ليرة. يا ترى شو بده يتغدى هلا؟ أخ على ما أروح لعنده غدي وأرجع. عيب لسه كتابنا ما انكتب. أنا بشو أنت بشو يا أمي؟ الحمد لله الحمد لله. روح روحي يا امي، ما بدي اعرف وين كان. وين ما كان يكون برا وقت تعرفي كل شيء. هلا اي 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 وقفي 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 على مهلك على مهلك، لا تعصبي. اي وقفي على مرحبا اهلي. مستعدين انتوا لسماع المفاجأة؟ مستعدين مستعدين كثير 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 كثير. يعني احكي لك احكي بقى نبيل، نشفت لنا قلبنا احكي. بروسلي جيب لها لامك كاسه مي نشف قلبها لانه نبيل هلا مو وقت مسحك، احكي شو هي المفاجأة. احزري عززنا. معقول تكون ربحت لك شي رزقة جديدة؟ صح، شو كنتي معنا وما شفتك انا شو عرفي؟ وقديش ربحت هالمرة؟ 10 20 30
اكثر شوي. 40. لا اكثر. 100. اكثر. يعني وصلت على المليون؟ لا بحبحت انت مو لهالدرجه كمان. 900,000؟ لا اقل شوي. 800,000؟ لا اقل. سهري يا لطيف يا لطيف، شو انه روحك مطاطة ابق لنا هالجمرة وقلنا قدي جمع. لك تزلبيني شو روحك دقيف يلا ابقى انا. هذا يا حماتي العزيزة ويا اولادي الاعزاء ويا جوزتي الغالية، انا ربحت ما بعرف. سوري ما اخذت دمك على عيني شواربك، صار لك ساعة وانت بتقول لا اكثر لا اقل لا اكثر لا اقل، بعدين بتقول ما بعرف. لا بعرف بس مو على وجه التحديد، انا يعني بجوز 600 بجوز 700 بجوز مليون، ما بعرف شو بده يطلع لي منها. شو هي؟ العروس. ربحت عروس؟ سيارة احلى من العروس. منين ربحتها؟ ربحتها من محارم السعدان. كمان امي ربح سيارة من محارم السعدان. لك هاهو هاو ابوك ربح سيارة، هاهو عقبال ان شاء الله الطيارة، هاهو عضنا الصفة براس الحارة، هاهو نعمة من رب العالمين ولو كانت قد السحارة. هاي سيارتك؟ انا بدي هاي، انا هاي سيارتك. هاي سيارتك ليخا. طيب ليش مو هاي؟ يا عمي هاي سيارتك. لحظة هلا على البطاقة اللي ربحانا لونها بيضة، شو فارق معك؟ هاي سيارتك. بدي هاي انا. يا اخي هاي سيارتك لا تاكل راسي، هاي سيارتك وهي ورق السيارة، هاي مفاتيح وان شاء الله الف مبروك. ماشي الحال، الله يبارك فيك. منطقطي عليها لبين ما اربح الثاني، مالي حالي لعنك لاربح البيضة انا. مين بده يوصلنا على البيت؟ مشكلتك هي. لك شو مشكلتي؟ السلام عليكم. الله معك. عيني بهي. معلم ممكن تخدمنا الخدمة وتسألي سيارتي؟ ليش ما بالسواقة انت؟ شهادتي خالصة وما بدي خالف، وجع البالي معفن. مسألك يا وسألك ابوها. ايه الله بحييك، شرف لك هان السيارة جوا، معيتك صف سيارتك وتعا معي. وين سيارتك؟ جوا بالمحل، ولك ألف ورقة حلال سلال، تكرم عينك. يلا توكل. يلا صفها معلم، صفها. يلا. دير بالك من المطب. شايفه ولا يمه. لك على مهلك عليها لسه ما تأنينا فيها. لا تخاف عليها. زعجوني عطوني اياها وسخة. عطوك اياها بشحمة هي. هلا لو عطوني هذيك المغسولة مو احسن منها؟ هي بشحمة انظف هي. بشحمة. قديش عطوك اياها هي؟ قديه بتسوى؟ بتسوى لها مليون هي. اخذتها بمحرمي هي. محرمة شو؟ محرمة ورق. محرمة ورق؟ ايه. هاي موضة جديدة هلا عم بلفوا سيارات محارم ورا. يا زيدي اللي بعيش كثير بيسمع كثير. لك على مهلك، حاجة بقى تدعي سفرام ودبرياج، قرقتني ها؟ انت قرقتني كمان. اخي سيارتك شو قد ما عرفتك؟ ما بقى بدي لا ال1000 ورقة ولا ما بدي شوها. لك واقف للفهم يا لك انا شو بدي افهم؟ سرقتني بهالسيارة، دير بالك على الفرام، دير بالك على الدبرياج، دير بالك على. صار لي 20 سنة قاعد أسوى، ما حدا عطاني ملاحظات غير انت. لك شبك شفتك شو غير تاني غيري. الله يسلمك. شو هالعلقة هي؟ شو بدنا نساوي هلا؟ الله يسلم الديان، يعطيك العافية، لا تواخذنا عزبناك. ها أعطيتك 500 ورقة. معوضين مبروك السيارة. كتر خيرك لك، الله بعث لي إياك رحمة بهذيك القطعة،
بس معلم بدي عزبه. امر منين بتزمر؟ تعدلني. من هون. من هون. ماشي معلم. تفضل لوصله. حاضر. خليني وصله. معلمي ما بتعرف السوق. لك سيدي معي بتعلم. علي معلي لصير احسن شوفير بهالبلد ودور عليك وطالعك مشوارك. الله يوفقك. كتر خيرك معلم. الله معك. تفضلت. مع السلامه. إلى منزله. إلى منزله. حاملاً. حاملاً. إلى أولاده. إلى أولاده. ما يكفيهم. ما يكفيهم. من الطعام والشراب. من الطعام والشراب. فيستقبله. فيستقبله. أولاده. أولاده. فرحين. اطلعوا لاخذكم مشوار. يلا اطلعوا. يلا اطلعوا اطلعوا. اطلعي اطلعي ما تعملي اطلعي يلا. ايوه لا تربطي حزام الامان انت مو ضروري. يلا اطلعوا عمرو مع حديره. جاهزين؟ جاهزين. يلا هن سمعانين صوت المكنه شو حنون هن بعد اجرك على الفوتيس. ولا تنتيعه. يلا تفضلوا. حلو السيران؟ من لا سيران مثل سيران الكلاب. غبرة وقلت واجب. الله يقلل واجبك. قوموا انزلوا بيبقى لكم سيارين انتوا. انزلوا يلا يلا. وصلنا مرت عمي. الله معي. شلو بدنا نصفى هلا؟ اي اكيد بدنا نخرب بيتنا ب 500 تانية. نايمة. تأجلت الخناقة لبكرة. أنا الله بيحبني ما بده ينزع لي مرائي بعد السهرة الحلوة. زيت حبيبي. لا بسم الله. لا بسم الله. إيه جيت؟ امتى جيت تقبرني؟ ما حسيت عليه. صار لي شي ساعتين بس كنت عم دور على البيجامه بالصالون والمطبخ بعدين تذكرت انه هي هون معلقه. ان شاء الله تكون انبسطت بالسهره مع رفيقه. انبسطنا خير الله. اشتهيناكي. ضلينا نضحك نضحك. لا كلويه عم يجعوا. الله يصلحك يا نبيل. طالما حبيبي انبسطت كل هالقد ليش ما ضليت معه كمان؟ هو انا كنت بدي ضل بس عماد الله يسامحه. بتعرفي عنده بنت عمرها 18 سنه وهيك بنت ما بتنترك لحالها بالفيلا. انشغل باله قال بكفي. استفقدت السياره وانت جاي؟ ايه استفقدتها. عروس. حاجه بقى تقول عنا عروس. اسمها سياره. مثل ما بدك. سياره سياره. وشو ناوي تعمل فيها نبيل؟ انت شو رايك؟ انا رايي تتعلم وتطالع شهاده سواقه وتسوقها. ما حدا اخذ معه شيء سواقه وعمره ما حدا يرات. كنت قلت لك يعني انه على عيني شواربي بس هالمره اقتراحي مو بمحله. ليش بقى؟ لانه السياره وهي واقفه عطال على بطال على ذمه الراوي بدها 3-4000 ليره بالشهر. إيه انا منين بدي جيبهم؟ منين بدي جيبهم هدول؟ مو ضروري نركبها كل يوم. نطلع فيها بالشهر مشوار مشوارين كلهم على بعضهم ما بيكلفوا 10 لترات بنزين. بتعرفي علي ما علي ما عم تعرفي تحسبي. لكن شو ناوي تسوي فيها؟ ما في قدامي غير بيعها.
وشو بدك تساوي بحقها؟ عندي مشاريع الخاصة. تاني مرة يا أبو المشاريع الخاصة، لما بدك تطلع مع رفيقك لنصاص الليالي ابقى روح كمل السهرة معه للصبح بغير إرني، مو هون. هيك هلأ على عيني شوال. تعال هون لعين رايح. رايح كمل السهرة؟ ما في، روح لإرني خليك هون. حيرتيني صفصفة، مرة بتقولي لي ضل، مرة بتقولي لي روح. اعتمدي، هذا زمن المبادرات والقرارات الجريئة. خلي قرارك حاسم وجريء، قولي لي شو بدك. روح نام. ايه شو علي، رايح نام. تعال هون نبيل، وين صرتوا ومين كان معكم؟ شو عملتوا بالسهرة؟ ليش معك قلت لي؟ لا بعدين بحكي لي. بدي نام هلا انا. روح نام. مين ماستر؟ بدنا نعرف ننام. حاجة حكي هيك احسن لك تسمعي لك كلمتين.